خرجت عشرات الأفغانيات في مسيرة الخميس في كابول للمطالبة بحقهن في التعلم والعمل والتمثيل السياسي. ورغم أن حكام أفغانستان الجدد حذروا التظاهرات، إلا أن السلطات منحت الإذن لتنظيم هذه المسيرة التي أقيمت في جو بارد بعد أول تساقط للثلوج. ترس که همیشه است ولی نمیشه با ترس زندگی کرد. مبارزه باید با ترس بجنگی. مبارزه به چی میگن؟ مبارزه ترس با جنگ، جنگیدن با ترس میگن. و تعهدت حركه طالبان التي اعادت السيطره على البلاد منتصف اب اغسطس ان تحكم بطريقه اقل وحشيه مما كانت عليه عندما كانت في السلطه خلال التسعينات، لكن النساء ما زلنا مستبعدات الى حد كبير من الوظائف العامه والتعليم الثانوي. اینا ما میخوایم به جامعه جهانی برسانیم که لطفاً صدای زنای افغانستان که خانه نشین شدن از وظیفه سبب دوش شدن صدای اینا را بشنوین. زنا نباید از جامعه حذف شوند. لطفاً صدای شاگردای ما را بشنوین. نباید دخترای ما از مکتب بازداشته شوند و مقسم به سرنوشت بانند. و حملت بعض النساء لافتات تردد شكاوى حركة طالبان بتجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.